وناخذ اتصال آخر من أبو زهراء من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونكم أخواتي؟ حياك الله، أسعد الله أيامك أبو زهراء. حياكم سعيدة، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أبارك للشيخ هلاك هذا الطاغية أبو بكر نعمة الله عليه. مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. رحم الله والديك. شيخنا بس حبيت اسالك كم سؤال بس ولو انه خارج موضوع الحلقه، بس يعني حبيت انه اعرف يعني عنهم فد معلومه من جنابكم. تفضل. الروايه اللي تقول ان عائشه رحمه الله عليها قطرات السم بفم النبي صلى الله عليه واله. المصدر يعني مال الروايه. اي نعم. الو. اي نعم معاك ابو زهره تفضل. والثانية حسب ما ادعى هذا اللعين عرعور يقول عند الشيعة الآية إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، عند الشيعة يعني إن الله أمركم أن تذبحوا عائشة. هسه هي البقرة تروح فدوا عائشة للبقرة، بس أكو هيك شيء يعني عندنا برواياتنا؟ والسؤال الثالث سؤال ثالث تفضل أبو زهرة، عندك سؤال ثالث تفضل. السؤال الثالث الهجوم على دار الزهراء، اكو روايه بمصادر العامه البكريين لعنه الله عليهم ان عمر هجم مع 300 رجل وبضعه عشر، يعني الهجوم مجموعه ب 300 رجل واكثر هجموا على دار الزهراء يوم غصب البيعه. راي بس المصدر مالتها ومن مصادرهم هم. احسنت ابو زهراء واسعد الله ايامكم. والله ابو زهراء يقول عائشه بقره، يعني صراحه كرم عائشه ببقره، يعني بقره. لا هو ينقل عن عرعور. عن عرعور. السلام عليكم. ابو زهراء من كربلاء يريد مصدر عائشه قطره سم في فم النبي صلى الله عليه وسلم. من مصادرنا فعليه ان يراجع تفسير العياشي، وفيه اكثر من روايه عن سيدنا ابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، وهي صريحة في ذلك. وأما من مصادر أهل الخلاف فليراجع صحيح البخاري على سبيل المثال في حديث اللدود. نعم. أبو زهراء نعم أبو زهراء عنده ثلاث أسئلة، خلصنا من سؤال. السؤال الثاني العرعور. العرعور يقول الشيعة فسروا آية إن الله أمركم أن تذبح بقرة، البقرة عائشة، هل فعلا عائشة وصلت ارتقت إلى مرحلة البقرة أم لا؟ يعني طبعا العرعور عنده بهلوانيات كثيرة جنبازي. أي يعني فاتركوا العرعور وعرعورياته، يعني فقط للفكاهة يعني والنظر يعني لا أكثر. أنا أتذكر ذات مرة الشكل صار عندي شوية وقت، فرحت على اليوتيوب كتبت عرعور، فطلع لي مجموعة، فطلع لي من بين اللقطات لقطة أنه يرد على الخبيث ياسر الحبيب أو شيء من هالقبيل، وطالعته وكدت أن أخرب ضحك كما نقول، يعني يسوي بهلوانيات عجيبة، فجأة يقفز هالشكل أمام ليش تقفز؟ شادي لا يقفز هالشكل ويتكلم وكذا وعلى أشياء سخيفة وتافه مهاترات. يعني مثلا اتذكر انه إيه يعني انه ليش يقول هو انا محجوج بالروايات، ومحجوج مو صحيح، ما يستخدم هذه اللغه، يعني لغه غير صحيحه. انا محجوج معناها مغلوب، والجاهل ما عارف انه محجوج هنا ليس بمعنى مغلوب، وانما بمعنى ما انا ملزم به امام الله تبارك وتعالى، وهذا مستخدم في لغه الفقهاء بل فقهائهم. هو خلي يرجع مثلا الان على سبيل المثال مثلا انه فليرجع مثلا الى شرح النهج مثلا لابن ابي الحديد لما ينقل عن شيخه النقيب انه لما يساله هل انت يعني تلتزم بما رواه علي عليه السلام او ما كان يقوله من ان عائشه هي التي نصبت اباها ابا بكر في الصلاه وزورت امر النبي صلى الله عليه واله في ذلك ولم يكن ذلك عن امر النبي، فهو يقول هو علي عليه السلام محجوج بما كان في علمه أو غلب على ظنه، وأنا محجوج بالروايات التي وصلتني. فهو ما حتى مع الأسف ما يطالع، يعني ما يطالع جيدا ولا يعرف. هاي مشكلتنا مع مشايخ البكرية، يعني المستوى الهابط من المعرفة والعلم، وبهلوانيات وصراخ وعلى أي حال قفز هكذا ونط هكذا. فالعرعور اتركوه، يعني ما يعني ليس شأنا لكي نرد عليه. سلامة فقط.
والسؤال الثالث، مصدر من رواية أن هجوم 310 على بيت الزهراء سلام الله عليه مع عمر. يعني هذا ذكره أكثر من مؤرخ، وبالإمكان مراجعة سؤال مفصل في هذا الشأن في موقع القطرة، بالإمكان مراجعته. وكذلك أيضا يمكن مراجعة سلسلة كيف زيف الإسلام التي تعرض حاليا، ما أظن انتهت إلى الآن، لا لا ما زالت. فهذه أيضا فصلنا فيها وذكرنا مصادر أن كانت هنالك أو كان هنالك أكثر من 300 عنصر مسلح، وجلهم من قبيلة أسلم من الطلقاء، اشتركوا بالهجوم على دار الزهراء عليه السلام، وذكرنا المصادر في هذا الشأن.